ما في مخرج لقطة ريحته. هون أكيد هون. أنت خليك هون لا تتحرك. وقفي، لا تهربي. لك لوينه؟ وين راح؟ لفوق معلم. وقف. ليك افتح، ولك افتح، افتح الباب، اقول لك افتح. ليكك اجيتي؟ إذا قلت له للكاتب عندي قصة بيجي، بس يمكن قصتك هربت حالياً على الأقل. طار الزلمة. مين؟ والله منقلك منقلك، بس بعدين يمكن نضطر نقتلك. أعطيني قلمك وشوية ورق لنبلش. نقف الآن أمام تمثال أشهر شخصية في روسيا، إنه تمثال إيفا كوندوليتش، والذي كان معروفاً أيضاً بكونه سياسياً ورئيساً لديبرونيك. في ديبرونيك يستطيع الرئيس أن يبقى رئيساً لمدة شهر واحد فقط. رئيس جمهورية ديبرونيك يمكن أن يكون أي شخص بشرط انتمائه للطبقة الأرستقراطية في ديبرونيك. وهكذا إيفا كوندوليتش كان في هذا الموقع رئيساً لديبرونيك. عن جد شي بيملك؟ امشي. وهنا عند قاعدة التمثال تستطيعون رؤية ايه منشوفها ليش لا؟ عن جد شي بيملك؟ وهنيك في كنيسة، شو رأيك تروحي معنا؟ على كنيسة؟ يلا امشي. تمثل يلا. شعراء مهمين لا شكراً حبداً الأربعة لقاعدة التمثال. إنه لمن المهم أن حركته كانت الحركة الأولى في المدينة وكذلك الوحيدة. وإن سألتم فسوف تعرفون أنه لم يكن هناك حركة أخرى في المدينة القديمة. وإن سألتم أيضا ستعرفون أن هذه الحركة كانت الأولى من نوعها في التاريخ. يا أنسة وقفي التصوير أرجوكي. رفيقي بيخجل كتير. شو هذا بروش؟ كتير حلو. حبيتي؟ تفضلي.
لا يسلموا، ما بيصير. شو ما بيصير؟ اعتبري هدية. شكرا كثير. ليش ما بتفرجيها البروش الثاني؟ تذكرت. شو اللي عم يصير؟ وقفي ولا حركة. شوفي. يلا يلا بسرعة امشي يلا. وقفي وقفي لا تهربي أزاد. أزاد وقفي. يلا لا توقفي بسرعة بسرعة. وقفي لا تهربي أزاد. لا تردي علي يلا. يلا بسرعة بسرعة. ما فيني أسرع أكثر من هيك. من هون من هون. وينه؟ وينه؟ أزاد؟ الو الو اسمعيني ازاد، هذا مانو سائح رح يقتلك. شو؟ الزلمه يلي معك هربتي ما احسنت لحقك. انت مين؟ اضربيه. لمين؟ ازاد اضربيه اضربيه. وقفي وقفي لا تهربي ازاد. ازاد لا تهربي، انا بدي انقذك. اهدي ازاد. ازاد انت مين؟ قلي لبين ما اوصل لك بيقتلك. اعملي يلي قلت لك عليه، ما رح تحسني تهربي ازاد. جاي جاي جاي. اسمعي لا تهربي، اذا بتهربي بتموتي ازاد. شو بعمل؟ قلي شو لازم اعمل. شوفي معك، معك غرض تستخدميه كسلاح. سلاح شو يا؟ الشنطه. ازاد شوفي بشنطايتك شغله قاسيه اي شيء. في بروش معي. بروش ماشي ماشي بس اهدي، ما بحسن اوصل من هالمسافه. انت رح تضربيه لما بيقرب كتير، ما في غير هالفرصه. رح يفكرك ضعيفة ووقتها رح ينزل السكين. ما عندك غير لحظة واحدة أزاد. شلون بدي صيبه؟ بدك تضربيه لما بيرتاح. وقتها ما بقدر. مضطرة تقتلي. شلون تقليها. بعملها؟ ما فيني. انت مضطرة تقتلي حتى تعيشي. ما فيني عملك. ما فيني. لازم تعمليها، عمليها مشان تعيشي. يلا أزاد اعملي يلي قلتلك عليه. يلا هلا. تضربيه أنا بفرشيك. بعدي بعدي. أزاد أزاد فيكي شي؟ تصوبتي أزاد؟ تصوبتي فيكي شي؟ ردي علي. ماشي ماشي جاي. أزاد جايكي. أرجوك لا تقوصني، أرجوك بحكي لك كل شيء، أرجوك لا تقوصني. هذا أنا خال أزاد. منيحة بنتك بخير.
لقيت شي؟ هرب من ايدي انا بكل سهولة. علي مو مشكلة، عرفنا اليوم شغلة اهم بكتير، انه رامز قرائسكي طلع بقايا بني ادم. أزاد! أزاد! بنتي! أزاد! لما بيموت واحد من عيلتك هو بيبقى برا وانت بتدخل محله على القبر. كل واحد بيحب يعرف هالشي. لما بيموت واحد من عيلتك بتصير كل كلمة ما قلت له اياها رصاصة، بتضل تفوت وتحفر جوات قلبك. كل واحد بيقتل بإيدي اللي بيحبه بيعرف هالشي، بيعرفه منيح. وين انتي يا بنتي؟ وين انتي؟ مو بالمحل يلي قلت لي عليه. تعالي على محل ما قلت لك، وأنا كمان جاي. على أول محل تخبيت فيه؟ تأمر أمر. جايين جماعة جنكيز، هربي بسرعة. ليك شو قلت أنا؟ قلت لك البنت أعجبت فيني. ألو سيد جنكيز؟ ايه أهلين وسهلين. سكرت علي السيارة، حضرتك شو استفدت؟ صدقني رح صلح الغلطة. انت هلأ مو حابة تشهدي قصة ما لها مثيل. ماشي قلي عن محلك. ليكك اجيتي؟ طبعا، إذا بقول للكاتب عندي قصة بيجي. بس يمكن قصتك هربت. حاليا على الأقل. طار الزلمة. مين؟ والله منقلك. منقلك بس بعدين يمكن نضطر نقتلك. أعطيني قلمك وشوية ورق لنبلش. شوفي شي؟ هرب من ايدي انا بكل سهولة. هاي مو مشكلة علي، عرفنا شغلة اهم بكتير، انه رامز قرائسكي طلع شقفة رجال. أسعد انزل اتركنا شوي. راح وخال. إيزيل خلص لك بنتك.
لسه يا توفيق، لسه ما قدرنا نخلصها لعزاد. هالحقرة حاطين وراء زاد كلب تاني. كلب تاني؟ شلون قدروا يعرفوا؟ ما في غير طريقة واحدة ليقدروا يعرفوا بهالسرعة يا توفيق. نحن يلي خبرناهم عرفوا من عنا. انت ما بتحوي حدا يخونك يا خال، هنن يلي بيحوا ناس بتخونهم. هالزلمة يلي مقابلنا عم يضربنا بنفس طريقتنا، مو سهل بنوب. مين هذا الزلمة خال؟ هذا الزلمة واحد ابن حرام وبده ينتقم. ليش شو عامل له انت؟ انا شو عامل له لهالزلمة؟ عامل له شي بشع كتير. خليني فوت وشوف، بجوز يكون في حدا متخبي. ها؟ إذا في حدا أكيد رح يكون من رجالك. لا يا عزيزتي، هيك قلبي ما رح يكون مرتاح، حاسس بشي مو منيح الليلة. سيد جنكيز ليش مستعجل أنت؟ حاسة إنه يمكن فهمتني غلط، أنا كنت معك مشان قصتك وبس. أنت غلطتي، نحن لسه ما صرنا سوا، بس هي الغلطة تصليحها مو صعبة. صحيح. سلام. روح على بيتك سيد جنكيز، رجع لمرتك. شو هاد الحكي سهل؟ شو العلاقة بينك وبين رامز؟ شو أنت الجاسوس تبعه؟ مو غلط. ليش قلتي رامز ما قلتي بابا؟ لأنه هذا الزلمة مو أبي. الواضح أنه بيحبك. مزبوط، لأنه نحن ما بنعرف شو هو الحب. بجوز ما بنعرف كيف الخال رامز بيحب، بس ما شفته حب حدا مثل ما حبك. عفاي. بس مو هيك ومو بهي الطريقة الأب بيحب أولاده. لو بيحبهم بيشتري لهم ألعاب، ما بيطلع بنته مجرمة. بس أبوكي أنقذ حياتك. شو هالإنقاذ؟ كل اللي صار فيني بسببه. هذا الزلمة دمر لي حياتي. يا ريت ما عندي هيك أب. عشتوا أيام حلوة ما هيك؟ وأنت صغيرة. لا ما بتذكر، ما بتذكر شيء ابدا. تعرف اني لسه ما قابلته لابي. هلا رح تقابلي. ماشي. حتى لو حبيت شي يوم تجمع العيلة مع بعضها، لما بيجي الوقت قد ما حاولت ما رح تقدر تمسك بإيدك اللي لازم يروح. بعتذر، ما عاد فيكن تضلوا معنا. ممتاز. ايه مليحة. اوعك تتركني. ان شاء الله يا مليحة. اوعك تتركني. شوفوا
يعني بالأخير نصيحتك هي اللي فادت. أنت استنى علي، لسه يا ما عندي لعب. بس أنت اسمع لعمك سردار، ومن هلأ ورايح رح تكون أحلى. من هلا ورايح رح اتصرف لحالي. وقف، شو لوين رايح؟ شو بدك لسه مني؟ احكي لك حكايه قبل ما تنام؟ شو هاد؟ شو هاد؟ بدك تتركني هون وما في عندي غير شويه بطاطا؟ لا ولو معقول عمي، انت من عظم الرقبه. المره الجايه بجيب لك من بصلك المقلي. يلا سلام. مستاهل، لأنك رح تخسر كتير عقد ما تمسكت بالحياة. مين علي الكماشة؟ إيه لا، شفت لي شلون حصرنا الخال؟ تعال على صارة الأمار لنحكي بالعملية. عم يدور براسي لعبة حلوة كتير. ماشي رح يجي، بس عندي شغلة صغيرة بحلها وبيجي لعندك دغري. لما بتكون بدون عيلة بتصير هدف سهل لكل مين بيعاديك. أول وآخر شغلة منيحة من عمك سردار شوف بعينك. وصلنا. ممكن تتركني لحالي شوي؟ والله جد حابة ضل لحالي دقيقتين. تعرف كم مرة حكيت هذا الحكي مع حالي؟ كم مرة وقفت هيك قدامك؟ سألتك أسئلة وبعدها جاوبت حالي. أنت بتعرف كم مرة حضرتك عملت لي لازم تعمله وقت اللي كنت بحاجتك؟ إجيت لقلك شكراً. شكراً. منيح ما كنت جنبي، ناديتك كتير وسامحتك كتير، ركعت عركبي كتير. منيح انك ما كنت جنبي، استنيتك كتير بكتير محلات من العالم، واستنيتك بكل الأوقات. هلأ رح يجي، هلأ رح يحضني، هلأ وهلأ وبعدين. منيح لما اجيت، منيح ما اجيت بهداك الوقت. بس هلا شو؟ ماني حاسه بشي، لانه هلا انت تاخرت وما عدت عيلتي. بابا تجي معي؟ لوين بتحب نروح؟ والله ما بعرف وين بدي روح وين بدي اجي، كله كذب وكله لعب صغار، وانا تارك وراي عيلي ورامز كمان عيلتك استاذ ايزيل. ان شاء الله. أصلاً الشغلة مو هيك، روح خدني لعند أبي، ما بدي أتأخر.
حرك بسرعة. هرب الزلمي. ردي لك بنتي، ردي لك بنتي عايشة. شو عم يعملوا جوا؟ ما بيخلونا نشوفه إذا قلنا لهم؟ ماما عم بيجهزوا له العملية وما رح يدخلوا حدا لعنده. مو حضرتكن عيلة سيد ممتاز؟ ايه نحنا. في شي؟ مدام عايشة؟ ايوة أنا. تفضلي لعندي. ليش؟ سيد ممتاز طلب يشوفك. تعرف كم مرة حكيت هذا الحكي مع حالي؟ لا اجيت لحتى اقول لك شكرا. لا تشغل بالك. يا ما ناديتك كثير وركعت على ركبي كثير. منيح منيح انك اجيت. منيح انك اجيت لعندي. انا اجيت حبيبتي. جيت لك منك جيت انت ازهر انت حجبه حجبه حجبه. لا بعد تهدي لي بنتي. ايه بنتي ازهر ازهر بنتي ازهر. ما بيصير تروحي ما بيصير تروحي ما بيصير. أنا ما بصير روح. أنا بروح إمتى ما بدي. بنتي أزهر لا تروحي بدهم يقتلوكي. بدهم يقتلوكي. ورح تزعل علي. بموت من قهري بنتي بطق من قهري بموت. عايشة الدكتور بده يخبرك شي يا بنتي. بدنا ندخل العم على العملية بس عم نواجه مشكلة مع ضغطه المرتفع وعمره الكبير. هالشغلتين عم بيزيدوا كتير من المخاطر. قلنا له بدنا نخبر العائلة بس لا يلي فيهم بكفيهم حاجة بلا ما نحملهم أكتر من هيك. عايشة بمقام بنتي. أخذنا موافقة السيد ممتاز الخطية وموافق على نسبة الخطر بس بسبب العمر موافقتك كمان ضرورية. على القليلة موافقة شفهية تشهدي إنه المريض صاحي وقبل يعمل الجراحة وهو بكامل وعيه. قديش نسبة الخطر؟ مو قليلة. العملية شوي خطرة. خلصيني يا بنتي أنا بدي أعمل العملية وراح أطلع صاغ سليم كمان مشان أشوف حفيدي. خالي مليحة قولي لي شو حكيتي معه؟ ليش ناداكي؟ ما في شي. شو قلتي له بالبيت؟ نحن ما سمع منا. شو قلتي له لممتاز لأقنعتيه؟ قلت له عمر هيك كان بيريد. لا تكذبي علي. كل كلامك كذب. طول عمرك كذابة. من يوم عرفتيه لعمر ما جبتي لنا على هالعيلة غير النحس. فتحت لك بيتي. امتي جبتي لنا الخراب والوجع.
قولي لي شو قلتي له؟ شو قلتي؟ شو قلتي؟ بدي كل شيء يرجع منيح خالي مليحة، عم حاول صلح أخطائي. أنت كل شغلة بتمدي إيدك لتصلحيها بتخربيها أكتر وأكتر. بالأول حبيناكي، قلنا منيح اللي دخلت بيتنا، بعدين ما رح بسمح لك تعيدي اللي عملتيه. عاملي حالك عم تساعدي ممتاز، ليكي ما بسمح لك تاخدي واحد تاني من عيلتي، ما بسمح لك، فهماني عايشة؟ ما بسمح لك يا خالة مليحة. ما بسمح لك تعملي حالك منيحة وتضحكي علينا، ما بسمح لك. روحي نقلعي نقلعي، حلي عنا. بابا. مرحبا عمو. ايه زيل، انت كمان هون؟ لكن وين بدك يعني يكون؟ يدخلوك على العمليات. ايه بس دقيقتين. إلي يا ابني والدك عايش؟ ايه عايش، بس صار لي زمان ما شفته ولا شافني. ليش؟ ما بعرف، كل يوم بقول انه اليوم رح شوفه، اليوم بحاكيه، حابب وقف قدامه وقل له بابا انا اجيت. وليش ما عم تقول له؟ لاني خايف اني اذيه، خاصه بهذا الوقت، وخايف انه ما يحبني مثل الاول. اوعك يا ابني يا ايزيل تحرم ابوك منك، حتى لو كان داير لك ظهره، اوعك تترك ابوك فهمان. هات ايدك وعدني بتروح من هون فورا دغري لعند ابوك وبتوقف قدامه وبتنادي بابا بابا وبتقول له قديش بتحبه ومشتاق له. يلا وعدني لشوف. بوعدك وعد. بابا. ايه اولى بتشوف وقتها شلون رح يتصلح كل شيء. يلا روح فورا، اسمع كلمة عمك ممتاز. نداء نداء، السيد إيزيل برقدار إلى المرآب، السيد إيزيل برقدار إلى المرآب. شو مفكرة حالك رح تخلصي مني هيك؟ ما فيني اعزمك على فنجان قهوه مثلا؟ لحظه اجاني تليفون. مو كتير مهمه. هي مهمه بس مو باهميتك. اي وين كنا؟ رد يا جنكيز، رد يا جنكيز. سوق يا ابني سوق، قد ما طلع عدادك رح اعطيك الدبل. يلا دوس. مو مشكله رح سوق فيك.
بس في مصاري بجيبة البيجامة تبعك؟ ابني أنا هلأ ما معي، بنتي معها ملايين، هلأ باخد بحاسبك. لف على اليمين، لف على اليمين، امشي. وقف وقف وقف، دور دور دور، يلا رجع بسرعة، رجع لك، رجع يلا بسرعة. لوين بدنا نروح؟ فرجيني المصاري أول. أنا رح انزل هون. ها لوين رايح؟ الحساب لك تعال. يلا روح وجيبوه. يا عم لوين هربان؟ لوين؟ رجع لورا، يلا رجع. بابا شو نسيت رقمي خال؟ طلع شوي إزيل، طلع شوي. أسعد مور خال. روح اشرب لك فنجان قهوة. يلا أنا بأمرك خال. في شي بدك تقلي يا خال؟ في، بس هالشي ما بيتعلق فينا. بنتي، في خطر على بنتي، رح يقدروا يلاقوها هالمرة. لا ما رح يلاقوها. مو انت الخال رامز؟ ودائما سابق العالم بخطوة. هي المشكلة اصلا ابن اختي، لو بتعرف هدول الجماعة. هذا الزلمة بيفكر مثل ما أنا بفكر، وبيحسبها بنفس الطريقة تبعي. معناتها لازم نفكر مثله يصير أسهل علينا. مظبوط. مظبوط. إذا أنا في إلي حساب مع حدا وبدي صفيه، برأيك أنا شو بعمل؟ بتعرف؟ بتدور على أحب شي على قلبه. آه مظبوط. طيب وشلون رح أقدر إني لاقي أحب شي عنده؟ تزرع حواليه جواسيس. مظبوط. وهدول هلأ هيك عملوا معي. هيك دائما بيصير، بالأول بيجي تليفون هو يلي بيعطي الخبر. ماشي. الرجال اللي على الطرف الثاني من التليفون هو الزلم الخاين بالنسبة لك. ألو، آزاد صارت عنا هون، خبره للمعلم. ماشي. ودائما الخبر بيصير بينتقل بسرعة من إذن لإذن. خود عطي هاي لأمين. شخص واحد بس يلي بيوصل للهدف بالأخير. كل واحد منهم بيقرب خطوة من الضحية.
لو انت الهدف وصلك خبر من جوا، على مين بترسل مهمة؟ على واحد، على واحد مثل العادة. لو اني بقدر لاقي واحد يقدر يدخل بالزحمة وهو مرتاح. لو اني بقدر لاقي واحد بس دخل بالزحمة وفات بين الناس، بصير بيتحرك بيناتهم وما حدا بيحسن يميزه بالزحمة، حتى أهله ما حدا بيقدر يميزه ليطالع الورم. منيح اللي اجيتي، قلت يمكن ما تجي. بصراحة ما بعرف كتير ناس هون، وحبيت اللي عرفتهم كتير. شوفي لكن علمي على حكي، رح تحبيني أكتر بس تعرفيني. شو بتشربي؟ قهوة. صار دورك انك تقلي. لو كنت بمحلي يا ابن اختي شو كنت راح تعمل؟ انا ما بدي اكون بمحلك خال، بس اذا عم تحارب حدا بيفكر مثلك فسلاحك هو انت، ولا توثق بحدا حتى تلاقي الزلمة اللي جوا. لازم تحمي بنتك لحالك. احميها لحالي او كمان مع الناس اللي بيوثق فيهم؟ أزاد بتوثق فيك كتير، عم تهرب مني، ما رح تهرب منك، رح تصدق كلامك. وبدك ياني اخدعها وجيب لك ياها؟ تخدع البنت أحسن ما تموت، ما هيك؟ لا مو هيك، أحياناً مو أحسن. بتذكر اني وثقت فيك؟ مو هلا يا ابن اختي، تخلص الشغله وبعدين منحكي. بعدين منحكي؟ لك انا رحت على الموت مشانك، لو طلبت روحي كنت عطيتك اياها بدون تفكير. انت اكثر واحد امنته، شلون تكذب علي؟ ليش كذبت علي؟ صار لي من الصبح عم بستناك مشان تجي تحكي الحقيقه، ولك احكي شبك. لا انت كمل. أنا رايح. ولك يا رجل ضحكوا علي، ذبحوني وأخذوا مني كل شيء، وأنت، أنت شو؟ أنا أمنت لك وحكيت لك، شلون بتعمل هيك؟
شلون بتعمل فيني هيك خال؟ ولك احكي شبك؟ ما في شيء، انت كمل لسه فيه، كنت مجمع. طبعا جمعت كل شيء، جمعت كل شيء. بتعرف ليش؟ لاني بالاخر بالاخر اذا عرفت انه انت اللي سويتها وطلعت القصه كلها لعبه، شو بساوي انا وقتها؟ قلي هات، قلي شو بساوي وقتها؟ طبعا جمعتهم حتى ما اسمع الحقيقه. لا تجمعون. شايفني اعمى وبتناديلي ابني كل الوقت، وانا بعرف شو عملت باولادك، وكمان عملتني بيتك واستخدمتني على كيفك. قول احكي، قول كلمة، قول لا، قول مو صح، قول اي شيء، ولك احكي. ناكر للجميل. شو؟ ناكر للجميل. مين هو اللي هيك؟ انت. ايه ليش انا اخذتك ودربتك وانا عم كذب ابن اختي؟ علمتك كل يلي تعلمته بحياتي وأنا عم كذب، ها؟ وكنت عم كذب وقت خلصتك من بين إيدين الكلاب قبل ما تموت؟ كنت عم كذب عليك وقت قومتك من على الأرض وحملتك؟ كنت عم كذب وقت طلعتك من السجن، ما هيك؟ كله كذب، ها؟ كله كذب؟ طلع على حالك بالمراية لشوف. إيزيل اسمع، أنا يلي عملتك من ولا شيء. اطلع على حالك بالمراية، اطلع، ولا انت كمان كذبة؟ ما بعرف خال، عن جد ما بعرف. إزيل وقف. اذا كنت صادق ولا كنت كذاب، في حقيقة أزاد هلأ محتاج تكون معاه. وانت كمان بحاجتي خال. إزيل وقف. ليش معصب يا خال؟ إذا ما إجيت لحالي تقدر تكذب علي وتجيبني. تفضل. يسلموا إيديكي. هات لشوف. أهلا عليك. خلاص ما في شيء. عم قلك بده يقتلني وعم بتقولي ما في شيء. ما بدي أسمع. لا تحكي لي. أكيد حضرتك عامل عملة جديدة وما بدي أعرف شو هي. معقولة عايشة ما بدك تسمعي لأبوك يا حبيبي؟ قلت لك ما بدي. شبك حبيبتي عايشة؟ بابا انتبه كتير على كلامك. مرة تانية بدك تعمل شي مع حدا انتبه كتير على كلامك، لأني بعرف بعدين ودريت شو اللي عملته. لا، إذا صار وعرفت إنك عامل مع حدا شي بشع شو ما كان، واتنيناتنا منعرف هالشي، ما هيك؟ اتنيناتنا منعرف إنك أنت اللي عاملها. وقتها لا تخاف منهم، خاف مني. فهمت بابا؟ فهمت بنتي، فهمت. وهلأ بسمع لك، مين عمل لك شي؟ معك حق بنتي، ما حدا عمل لي شي، أنا يلي عملت هيك بحالي. شوفي بابا، شو عملوا لك؟ شو ما بدك تقلعي أبوكي من البيت؟ ما بدك تقولي لأبوك يطلع لبرا، ها؟ شو علمتك يا بنتي عن العيلة؟ بالأول عيلتك، اوعك تتركيها. شو ما عملت لك تعمل، معليش. الأول بتوثقي بعيلتك، ما تثقي غير بعيلتك.
بالوقت اللازم واقف جنب عيلتك. انت القوي وهي يلي بحاجتك. اوعك تنسى هذا الكلام. لا تنسى كمان الموت من عند الله. الموت حق، بس لا ترتبط فينا للموت. لا ترتبط فينا للموت، بس حبنا، حبنا وبس. عنده ولد يعني؟ هذا مختلف عن غيره، ابنه نقطة ضعفه. إذا بتلقطي نقطة ضعف هيك ناس ما بتتركيها. ليش نقطة ضعفه؟ هذا الولد أخذ له كل عقله لرامز، وهذا الزلمة عنده إيد وعقل. إذا أخذت له عقله بلويله إيده. برأيك ليش نقطة ضعفه؟ هذا الزلمة ما بيحب حدا. برأيك بيحب هالولد؟ شكلك أنت بتعرفيه من جوا وبرا أكتر مني. شو رأيك؟ هو من وين جابه لهالابن الحرام؟ شو مشكلتك أنت مع رامز؟ شو قصتك؟ ولا شيء أبداً، بس حابين إنه يلين معنا شوي. دقيقة، تليفون. عن إذنك. علي وينك أنت؟ وقف هاي الطقطقة واسمعني. أنا قاعد هون أنا وهي البنت. هاي البنت لك الكاتبة. فهمت. يلا طنجرة ولقيت غطاها. هلا لا تقعد تتفزلك علي، قاعدين نحن هون عم نشتغل. اسمعني منيح، هاي البنت بتعرف شي بس مخبيته، مشان هيك بدي اياك تلحق لي اياها. حطها على الدور. لك دور شو؟ لا، في حدا بالنص بيعرف شي. لازم تدور، لاحق لي اياها. مزبوط، بس عندي مشكلة بالعيلة، بحلها وبيجي لعندك دغري. ما نسيت رامز، لا تشغل بالك. علي الو. تمام ماشي. هاندا ما بقدر اجي، بتصل فيك. بدك تروح؟ لا لا لا، ماني رايح. بدك تروح لتاخد بتارك؟ بدك تروح لعند عايشة؟ لا أمي. في شي لازم تعمله؟ لا، قلتلك ماني رايح. صوتك عم يرجف، حدا عمل لك شي؟ لا أمي، ما حدا عمل لي شي. عمر، أنت ابني الأغلى علي، أنت البكر تبعي، وبالآخر رجعت لي. ما أطوع قلبي ليصير عليك شي. قلي، قول لأمك شبك. قلي. بدي أعمل الشي الصح يا أمي، بس هلأ مو مثل الأول. وقت كنت معكم كنت أعرف فرق بين الصح وبين الغلط، وهلأ هلأ كأني ما بعرف. كل شي هلأ صار فايت ببعضه. مين لازم حب ومين يلي لازم اكرهه، وبمين بدي اوثق؟ ما عم بعرف يا أمي. حابب كتير أعمل الصح، بس شو هو الصح؟ ما بقى عم شوف مثل ما علمتيني من زمان. ما عم بقدر شوف. تفضلي ماما. انت يا عمر.
ايه في عندي شغلة. عدم المؤاخذة بس بطاقتك ملغية. ايه مو مشكلة انا بدفع. لا شلون يعني ملغية؟ ما عم تشتغل، اذا بتحبي تفضلي على الصندوق. ماشي خلص بقى خد مني. شلون يعني ما عم تشتغل؟ فرجيني لشوف. تفضلي. انت وين جاي؟ يعني حتى ما تروحي لحالك. ايه معلش خليك قاعد. لوين؟ لفوق. من هون؟ ايوة. بس في باب حديد هون. فوتي من باب غرفة المدير. عفوا لو سمحت شوي، وين غرفته للمدير؟ أولى جيبوا وحدتين دم بسرعة. شو صار مجد؟ شوفي شوفي. ما في شيء أمي، مريض تاني. أنا عم بحكي معك يا أخ، ما ترد. عم تحكي معي يا أنسة؟ مين بدك؟ كنت عم دور على غرفة المدير. تفضلي من هون، تفضلي. لك شو عم تعمل؟ عجبك؟ تركتني البنت مثل العادة وحملتني الحساب. فاتت طلعت لفوق. هلا برجع. ايه بس إلا ما تتدلل علينا كتير يعني. تأخرت، ما عندي وقت، لازم لحق إصراف ابني جان. الباب مقفول. غريبة هلأ كان مفتوح. في مدخل تاني؟ من وراء الباب التاني. شكرا. ما في حدا هون، انتهوا، ساعدوني، حدا يساعدني، حدا يساعدني. وقفوا وقفوا، خلص خلص خلص، اهدي اهدي اهدي.
تهربي هلا وانا بعدين بلاقيكي. يلا اركضي. شو شريك؟ وينك انت؟ لا تكون طبقت لنا البنت ورحت معها. احكي الحقيقة. طمن، هربت مني انا كمان. يا سيدي هالبنت مثل الارنب، البنت الارنب. شو رأيك؟ وحدة لذيذة ما هيك؟ ايه مبلا. شو قالت لك؟ جابت لك شي سيرة رامز؟ لا يا ابدا، ما حكت لي شي ولا حتى شكلها رح تحكي. هاي البنت ما بتعطي سرها لحدا ابدا، كأنها خايفة من شي شغلة. شو اللي مخوفة يا ترى؟ ما بعرف، يمكن لأنك عم تلحقها كتير. لازم سكر. ثلاث رصاصات بالصدر، اثنين خلوه يوقع وبعدين قوصوه هو بالأرض. يعني من أهل الكار؟ أكتر من هيك، رصاصات ثلاثة. مو أول مرة؟ مو أول مرة، ومالها الأخيرة. هدول من المحميين إزيل، من الأشباح، من يلي مغطى عليهم. شفت عيونه للزلمة، ما رح يتراجع. هدول ما بيتراجعوا، بيروح واحد وبيجي غيره، لازم يكملوا مهمتهم. هدي حالك خال، هدي حالك شوي. هي آخر ولادي إيزيل، هي دمي، شلون بدي أهدى؟ شلون بدي أهدى وهالشي عم بيصير؟ هنن بيعرفوا هالشي منيح يا خال، بيعرفوا إنك لما بتحب حدا ما بتعود رامز القوي القاسي اللي بيخافوا منه. هي افهمني، هي آخر ولادي إيزيل. ما بحسن، ما بحسن أتركها. معك حق، قد ما كان الواحد أعصابه باردة ما بيقدر يبرد أعصابه مع أولاده، ما هيك؟ ما بحسن ضحي فيها إيزيل، ما بحسن ضحي فيها وأتركها للكلاب أبدا. ما رح نتركها. يمكن جنكيزي قلك إنه ما بده يعني معكن ويقلعني. يسترجي يحكي، حسابه عندي. في هدول الجماعة، بس إذا حراس الضاحية تبعكن شافوا العلقة رح يتصلوا دغري ويخبروا الشرطة مباشرة. بدبر كذبة. بهار اسمعيني منيح، إذا إجت الشرطة شو ما قلت بتقولي مثلي، ماشي؟ سمعتيني بهار؟ يا ريتني ما سمعت. شو نوعكن انتو من البشر؟ يا لطيف كيف بتصيروا لما بتكونوا سوا؟ شو صار لك بهار؟
واضح ليش اختارك، ما بيقدر يتركك، بس أنا بيتركني لأنه حضرتك بتصيري مثل وقت بتكونوا سوا، بتكذبوا على هاد وبتلعنوا نفس هاد. شو عم تعملي بحالك؟ اصحي على حالك بقى عايشة. بهار شلون بتحكي هيك؟ بكفي أختك تحملت. سكوت أنت لا تحكي. شو عملت فيها لأختي؟ شو ساويت لها من وقت ما اجتمعتوا وصرتوا توزعوا الأذى حواليكم؟ شو هالعيلة اللي بتهوي هي؟ بهار ما عاد بدي أختي، ما عاد بدي هيك عيلة، وما عاد بدي هيك أب، ما عاد بدي، ما عاد بدي انترك مرة تانية لحالي، وما عاد بدي شوف الشر. قلعي من البيت هلأ دغري، يا هو بروح يا أما أنا. تفضلي. زاد تعالي نروح لعند أبوكي. شو رح يعمل؟ رح يحطني بالخزانة؟ في محل مأمن منروح لهنيك، وأنا كمان بروح. أبوكي بيعرف. أمي في إيه بقى؟ عم بيلاحقوا بنتك بسبب هذا الزلمة؟ هلأ مو وقت هالحكي بهذا الموضوع، بعدين أنتي ما بتعرفي كل شيء أزاد. أصلاً أنتي اللي ما بتعرفي كل شيء. ما بزعل منك، بعدك بتحبيه كتير بعرف، بس ما عم بتشوفي قديش سيء. حلو كتير، هو حلو كتير بالنسبة إليك. بلا أنا بعرف كل شي مانو منيح بأبوكي حبيبتي، بس أنت لا تعطي أحكام بشغلات ما بتعرفيها. ماشي الحال، أنا رايحة. أزاد وقفي، لا تروحي، اعدي دقيقة. أمي لوين عم تطلعي؟ أمي أزاد اسمعيني بنتي، دخيلك اسمعيني. أزاد 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 لا تتدخل، لا تتدخل مشانه. لا مو مشانه، بس مشانك أنت. لا تردي عليها عايشة، بعدها طفلة، عم تعمل هيك لأنها غيرانة منك. اختي يلا قرري، يا انا يا هو. بنتي بهار اسمعيني بنتي، حبيبتي لك انا ابوكم، ان شاء الله مفكرة في ابي ميز بين اولاده. انا ما تركتك، انا بحبكم اتنيناتكم. لما كنتي مريضة قليلة شو دعيت لك من شان الطيبي، دائما كنت فكر فيكي. انا رايحة اختي. وقفي لا تروحي يا بنتي، اسمعيني ليكي، هي من جديد عم نرجع ثلاثتنا عيلة، ما هيك عايشة؟ اطلعي لشوف على أبوك المريض. ها لا تردي عليها عايشة. ممكن تبعت لنا تاكسي بسرعة؟ موسيقى
غموض شوي تاني، شد حيلك. شو هذا البيت؟ هذا البيت، هذا بيت ما في حدا بالدنيا بيعرفه غيري. بدنا نقعد فيه شوي. ليش لا نقعد فيه؟ وقديش بدك يانا نقعد؟ حتى تصير الرجعة مأمنة. أنا بتذكره لهذا البيت منيح. مزبوط، كنت تحبيه لهذا البيت كتير. شلون مروا هالسنين برمشة عين؟ شلون كبرتي؟ بجوز ما يطلع الضوء علينا، كأنك نسيت؟ أكتر اتنين بحبهم بهالدنيا قاعدين جنبي، وليك نيسان الظهري على الحيط. إذا بدنا نموت خلينا نموت هيك ابن أختي. بالنسبة إلي أنا ما عندي مشكلة، أنت عندك؟ إذا ما بتروح بتساعدها رح تموتنا من البرد، ها؟ وقتها بصير عنا مشكلة صغيرة. شلون يعني؟ شو بعمل؟ شو قلها؟ بتقلها بعد شوي الحطب ما بينصف هيك، بتقلها تعالي لعلمك، وبس سمحت لك وبلشت تتعلمها ما عاد تبعد عنك. ايه بس مو إلي، إلها. شوفي يا بنتي، الحطب مثلك ومثلي بيشبهنا شوي، لازم نخليه ياخد نفس مع هيك. أنا عم بعملهم خلص. شوفي إذا بتقربيهم كتير من بعضهم بيقوموا بيتضايقوا الحطبات، ما بياخدوا نفس، ماشي؟ بس إذا بيبعدوا كتير عن بعض وقتها بيصيروا لحالهم وبتنطفي نارهم. هاي شوفي هلأ. شو هذا البيت؟ هذا البيت، هذا يلي ربيناكي فيه لوقت ما دخلوني السجن. كنت تنامي هون وكان عندك قطة. لا تبلعي خبز، لا تمسكي فارة، لا تتسطحي، وتصفي هيك حكي وتغني للقطة، ما تذكرتي؟ طبعاً ما بتتذكري، لأنه المحل يلي بتحبيه أساساً مستودع التبن يلي هنيك، كنت تروحي لهنيك وتتخبي فيه وبعدين تصرخي بابا بابا. وكنت تجي؟ يعني معقول ما أجي؟ كنت أجي ركض لعندك وأنت تكشري بوشي وتهربي. لما بيغيب واحد من عيلتك حتى لو نسيت وشه مع الوقت بيبقى صوته معك. Thank you.
بضل صوته جواتك بيحكي معك. أرخ! 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 يا ربي بابا افتحني، أنا جاي لعندك. كابح يا وصلي. أنا تبعي رح تعيش، أنت رح تعيش. هو ابني، ابني يوم بابا، ابني ابني بابا. وضعه خطير، ابري بالوريد. لا تتركنا هلا، لا تتركنا. لما بيتركك حدا من عيلتك او انت يلي بتتركه بتروح، رح تضلوا بتنادوا بعضكم بالعتمة، رح تضلوا تنادوا بعض. بابا هلا تذكرت. شوف شوف إيزيل، واخيرا رح تتذكر. ليك انا متاكد انه رح تتذكر. بابا اتذكرت. خل ابري بالوريد. حاضر. سدوه، ما رح يموت، ما رح يموت هذا الزلم اليوم. ليش هيك عملت؟ ما كان لازم تاخذ مني أران. أنا ما أخذت منك أران، أنت أخذت أران من حالك يا رفيقي، ومو أنا اللي خنته لعمر. خراس، أنت اللي بعته لعمر لحالك، وأنت عم تضحك وتلعب. أنت رسمت لكل شيء، أنت صفيت الحجار. طبعا صفيتها. انت تطلع علي، انا مجرد واحد محتال حرامي، واحد نصاب كبير واكبر المحتالين بالعالم، ملك المحتالين، انا الملك تبعهم. بس محسوبك ما بيقتل. انا ما جبرتك لتقوص بالمسدس، انت قوصت بارادتك. اعترف هلا على الاقل. عمر مات، ومات الحارس كمان، وأران كمان مات، الله عليم مين مات كمان، لأنك حقير ومجرم.
مزبوط. أنا هيك. أسد بنتي، أسد اليوم راح يموت واحد من العيلة، ما في حل، بس ضل سؤال واحد، مين؟ لحد اليوم على طول انتوا اللي بتعلقوا المشاني ورا كل الرجال اللي قتلتهم بإيدي، في انت وجنكيز دائما كان اصبعكم بالقصة، بس من عدا واحد ما بعرف التانيين، بس هذا مني. شو بدي اقول لك حتى ما تقتلني؟ ها اللي شو بعطي ليك؟ فكر منيح، شو ما بدك بعطيك، شو ما بدك ولا تقتلني. اليوم ما عاد بدي شيء، وما في حدا رح يحسر انه ياخدك مني يا سردار. بابا يلا تعال، اجيت اخدك معي على البيت. ههه